السلام عليكم. أنا سعدت بالمشاركة في الاجتماع الأول الجمعية السعودية لأطباء الأشعة الداخلية، وهذا حدث مهم جدا لأنه يوثق أول تجمع لأطباء بتخصص دقيق جدا في حاجة الناس له كثيرا. وسعدت بوجود يعني كمية كبيرة من الإخوان، شيء يثلج الصدر نرى يعني إخوة بهذا التخصص، والله يطرح البركة فيهم إن شاء الله. المؤتمر كان ناجح جدا، كان مواضيع مهمة ومواضيع مثيرة، ومتحدثين يعني سواء محليين أو عالميين في 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 غاية الإتقان والإبداع، وكان مفيد جدا. أنا شخصيا تعلمت أشياء جديدة كثيرة هنا، وإن شاء الله نرى تقدم أكثر إن شاء الله، وإن شاء الله نراكم في اجتماع الجمعية القادم 2018 سيرس 2018. شكرا لكم.